تمام، لازم أقفل. هتصل بفين وخليها تضمني للمجتمع السري. أهلا يا مايلز، أنت كويس؟ أيوة، ليه بتقول كده؟ أنا شفت الأخبار كلها عن مسيرة مامتك. إحنا كويسين. عندك وقت نشرب قهوة؟ أقدر أفضي وقت. في مكان في أدسون جنب برج فاسك، مش بيعملوا أشكال برغوة القهوة، بس كده كده الناس ما بيصوروش. هو لطيف. تمام، هقابلك هناك. تمام، قربت أدخل وسط مجموعة من المجرمين. حلو حلو. مبسوطة إنك اتصلت، كنت محتاجة أفصل. من إيه؟ شوية حاجات. طيب، أنا رحت محل عيلتك وافتكرتك هناك، بس واضح كده إن كان في خناقة تقريباً قبل ما أوصل على طول. دخلت جوه وبصيت في المكان، عرفت حوار ريك. أنا آسف جداً. طب ولقيت إيه تاني؟ أنا عايز أساعدك، بس لازم تحكيلي. آسفة جداً إن مامتك اتأذت في المسيرة. لو سبايدر مان الجديد ده ما كانش ظهر، ما كانش حصل حاجة. من فضلك ما تقنعنيش بغير اللي في بالي. أنا عارفة بعمل إيه. أوكي، حلو، تمام. دي أكبر أسراري، علشان كده كنت مشغولة. أنت إيه عذرك؟ يعني المدرسة والشغل اللي فيست. أنت دايماً مشغول في حاجات زي كده. إيه السبب الحقيقي؟ السبب الحقيقي هو إن الفترة الأخيرة كنت شايل مسؤوليات أكبر مني بكتير، خلتني أبعد عن صحابي، بس أنا هصلح كل ده. ممكن أنضم للنادي بتاعك؟ الفرقة؟ الفريق؟ مش عارفة. عارفة إن ريك كان الأفضل. فاهم ليه بتعملي كده؟ عايزة مساعدتي؟ أنا معاكي، ولو لأ فما تقلقيش، أسرارك جوه بير. أنت صديق مخلص يا مايلز. تمام، يلا بينا. فين؟ أنا بكره المرتفعات. هتبقى كويس، هبقى واخدة بالي. هتحتاج تثبت نفسك للمجتمع السري، هوريك ازاي لما نوصل برج فاست. قاعدين في ساحة مكاتب كينج بين؟ بعد ما اتسجن استولت الحكومة على ممتلكاته، ما باعوش حاجة منها، فجينا احنا فيها. انت ايه دخلك وسط ده كله؟ المجتمع السري والتينكرر. تينكرر علامة على دوري. أنا بنيت كل حاجة، الأقنعة والأسلحة، المادة المبرمجة. صح. المجتمع السري حاولوا يسرقوا محل جدي وشافوا شغلي، فعملنا اتفاق. عارف إنك ورا كريجر، بس هيستفيدوا إيه غير الأسلحة؟ الشهرة. عايزين يبقوا معروفين جداً علشان يفلتوا بمصايبهم. وإنتي شاطرة. مش هخلص على روكسون لوحدي. يلا. لازم تنط من الونش للبلكونة، وريهم انه ما بيهمكش. شايفني؟ من الشبابيك. لازم تعمل كده. يلا، هتبقى كويس. اه
اعمل كده وما بينش اني سبايدر مان. يلا يا مايلز وريهم. يعني أنا خلاص بقيت معاكو؟ أكيد، بس خلي بالك دول بياخدوا وقت على ما يتعودوا على حد. هو ده الخطة ماشية بشكل هايل. تمام، خطتك إزاي النيو فورم هيزبط؟ كريجر بيقول إنك سرقتي. أنا سرقت اسطوانة واحدة، بعمل شوية تعديلات. ما تقلقش، ارتاح أنت النهاردة. تمام. رجعتي جافن عايزك. مش دلوقتي، عندنا حد جديد. تمام. مش ممكن بنيتوا كل ده؟ طول ما الأسلحة الجديدة بتزيد المجتمع السري هيبقوا مخلصين. هو ده سيف من المادة المبرمجة؟ أعداء جداد، حلول جديدة. سبايدر مان مش كده؟ دي أسوأ مفاجأة الأسبوع ده. جافن فعلا هيتجنن من شخصيته. كم مرة هقعد اشرح له الموضوع؟ محتاج اشوف حاجة، استنى هنا، تمام؟ ايوه اكيد. احنا هنخلي دي فور سيتي، لازم اكتشف هي مخبية النيو فورم فين. ممكن اقدر الاقي اي دليل هنا. داني تهاجم كل حاجة هنا. دي فلوس كتير. في اكتر تحت، الراجل العجوز ده بينقلنا، سواء بمزاجه او غصب عنه. في اكتر تحت. حاجة مبشرة، هجوم الجسر خلى المجتمع السري ظاهر. اسمنا يتعرف، اسألني أنا، المفروض نركز على العلاقات العامة، مش نلف بالنيوفورم ده. بنسحبه ورانا، يمكن جابوه هنا. أوه، الكلام ده مش هيعجب فيسك. كان عنده أسرار وأبواب سرية، بس اخترقناها، سيطرنا على برج فيسك. غرف سرية، مكان كويس عشان نخبي فيه مصدر طاقة مميت. الحاجات دي من عصابة مارتن لي؟ ايوه، الجوايز. لازم نسيطر لو هنبقى مكان فيسكو ونحكم نيويورك. لو هزموا الشياطين فهم متدربين على كده، بس يا ترى هم اتدربوا فين؟ يمكن بيستخدموا قوه فيسك السرية اللي تحت. الاستراحة انتهت يا شباب، المجموعة اتنين، انزلوا عشان التدريب. بشكل كده لازم امشي. شفت الشخص ده قبل كده؟ لازم ابلغ جانكي. بتكلم مين؟ ماما. عايزين اروح دلوقتي فعلا. ايوه، ايديها متجبسه، محتاجه اساعدها في العشاء. انت قلت لها اني شكرا. اخرج من الناحيه دي، هشوفك هنا قريب. اكيد. خلينا نشوف لو في اي اسرار ليهم تحت. جانكي، انا في فتحات التهويه. حلو، عرفت هما مخبيين النيو فورم فين؟ لا لسه، بس شفت فين رايحه ناحيه البدروم، فهحاول امشي وراها. وانت بتزحف في فتحات التهويه،
بتحس انك في فيلم وبتبدا تغني مع نفسك نغمات مرعبه، وبعديها بتفكر انك هتتمسك ويسجنوك لوحدك مع حفره فيها تمساح، وبعدين تعمل قنابل من ورق اللبان عشان تهرب. ثانيه، ايه؟ لا حلو، بس فضول. تمام، انا في القاعه الرئيسيه، محتاج اقفل شويه من تدريبات المجتمع السري، وبعديها هدور على اوضه سريه. الضربه جامده، واحده كمان. انجزوا اخيرا اسم المجتمع. اخرج هنا يا سبايدر مان.
ناذيك يا سبايدر مان. هو ده؟ هاي لقيت حد مغمى عليك. تمام، لسه مفيش اثر لفين. هي اكيد راحت هنا او هنا. قريت عن مقابله الفيسك وكان بيقول انه بيحب الفنون اللي ليها هدف. ده معناه ايه؟ مش عارف، بس هم برضو لقوا ممرات سريه في بيته مستخبيه وراء اعمال فنيه. فيعني ايوه فهمتك، انا بدور. بقول لك تقريبا لقيت حاجة. واو، سلالم سرية. أعمق. زعماء العصابات عندهم مخارج زي دي، كان فيسك هيستخدمه لما سبايدر مان التاني جاله. كان لازم يبني أسانسير أسرع، كان عارف يهرب. يا ريت بلاش ندي الأشرار الخارقين أفكار. تمام، في دوشة في القاعة الرئيسية، يبقى التدريب تقيل النهاردة. عارف إنك مش عايز تتكلم معانا، بس في تلاتة تعبوا بعد اللي حصل. تلاتة عارفين النيو فورم خطر إزاي؟ كنت عارف إنه خطر، ده اتفقنا. بس لو إحنا كمان تعبنا، لو مش هتستحمل يبقى امشي. المجتمع السري ما عندهوش وقت للناس الضعيفة. سامع، النيو فورم بيتعب أفراد المجتمع السري برضو. ما عندهمش رحمة في ده. نقلته النيو فورم بأمان؟ أيوة، المعمل اللي في الشمال.
جانكي نقلوا النيو فورم. مش أكيد إن الأسطوانة أمان، كانت سخنة بتعمل صوته مش مستقرة. هو ده سبايدر مان الجديد اللي قوته غيرت التركيبة. قول للكل ما حدش يلمسه. مخابئهم النيو فورم أكيد هناك. محتاج صورة أوضح فهقدر أضيق الدايرة. ما عندناش معلومات عن المادة دي، هي إيه أو جت منين؟ أخوي اخترع النيو فورم، كبير الكيميائيين وروكسون قتلوه. مش هبطل لغاية ما روكسون تنتهي. انتوا معايا؟ انت عارفة كده. حلو. محتاجة كهرباء من مولدات او بطاريات عربية او ايا كان، محتاجاها في دار العرض. سباي يعني انا مش عارف انا حتى عملت ايه، بس نفع. تمام، صرف انت امورك وانا هدور في الخريطه اللي لقيتها واشوف اي ادله الاقيها. تمام، انا هفضل اكهرب. هشطب من قايمة أحلامي إن أتخانق في مخبأ عصابة. أنا ركزت كويس في الصورة اللي في الخريطة. شكل المجتمع السري بيتسحبوا المواقع بناء قديمة تبع الفسك. ودار العرض فين اتكلمت على واحدة؟ دار عرض ها؟ دي حاجة ما تقولهاش يا جانكي. درامية. انت قلتها. ده اكيد دار عرض جيم. شكل المكان اللي فيه النيو فورم ده وجهتي اللي جاية. لو انت رايح دار العرض انا تمام. لو هتشوف مخابئ المجتمع السري الاول في حد ممكن يساعد. جميل، اضيف المخابئ لاولوياتي وهقول لك لما اروح لدار العرض. هكون هنا بحاول اكتشف ليه لعبه سبيد ناناجون بتفصل كل شويه. فين مش هتقابل المجتمع السري في جيم الا بالليل خالص. قدامي وقت عشان اشوف التطبيق او اي حاجه اعملها. ازيكم يا اصحابي؟ واضح ان السيد جامسون سمع ان انا واللي قاله منتج برنامجه بلسانه مهووسه بسبايدر مان، ودلوقتي عايزني اعمل مناظره معاه. جامسون مناظر متمرس وصحفي ناجح، فحتى لو انا على حق ده مش معناه اني اقدر افوز. احيانا الحقيقه ما بتبقاش مهمه، المهم انك تكون صاحب الصوت الاعلى وتكون الشخص. معاك حق يا جانكي، المجتمع السري منتشر. المجتمع السري بقى مفضوح. كمل شغل عليها. الحاجز مكهرب. مش لطيف ابدا. بدلتك بتقول ان التيار كان 300 كيلو جول، ازاي ما توجعتش قوي؟ اظنها مزايا الكهرباء الحيويه.
مستحيل كل الكهرباء دي تتولد محلي. في علامة المصدر طاقة؟ شوية بس الكابلات هتدلنا. حاجز مكهرب ما شفتش زيه قبل كده. يمكن هم اتضايقوا بعد ما حد اخترق برج فيسك. مين ممكن يعمل كده؟ عجبتني قوي. هل في شبح في أي مكان؟ دلوقتي لازم افرغ المولع. تمام فرغته. حلو ده. نشوف الباقي. خلصت عليه. هايل هنخلص اهو. Yeah.
هو راح فين؟ آسف. لازم أبقى أسرع من كده. شوكر ولا توم بستوم؟ كيف؟ ما تقربوهوش من اليوفور! مفيش مجتمع سري وقريب مفيش مولدات كمان واحد عجبتني قوي سبايدر مان وكمان روك ثم بطيره مش عارف هنقدر نصمد ولا لا هنقدر طالما هنقدر خدها هنا ولا هنا بالسلامه حاول يهتم ونكسر لك دماغك يا سبايدر مان سبايدر مان عاش قوي الحاجز من غير زر الطاقة أنا جاهز للتدمير الطريق للقاعة الرئيسية بقى مقفول أوبس ممكن يكون في سلم أو أسانسير ممكن ألزق التروس بقولك إيه أنا بفكر يحصل إيه لو قلت الفين إنك سبايدر مان بقولك يا فين أنا مش بس كدبت بخصوص الانضمام لجماعتك ده أنا كمان الشخص اللي بيحاول يوقفك تمام أيوة ممكن نتدرب على الأسلوب الخزان الاسطواني شكله مبشر حاسس ان جهاز كمبيوتر الالعاب بتاعي بقى ضعيف دلوقتي ايوه فين عملت وقر زي اشرار الافلام شايف البتاع اللي عامل زي الحاوية المصفحة ده ده شيء عادي خالص تفتكر النيو فورم جوه احساسي انه ايوه يا ترى ايه نيتك يا فين؟ فين بتضخ طاقة للنيو فورم؟ هتخليه مش مستقر زي الصعقة بتاعتي وده اللي فجر الجسر يعني ايه عايزة تفجر دار العرض؟ مش دار العرض ساحة روكسون واو ايه؟ هي
ازاي؟ ما اتفتحتش لسه، فاكيد مفيش خساير، بس همناها انها تعمل كده. انا هاخد النيو فورم. يلا يلا. لا 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 انتشروا، هو اكيد هنا. لازم اخد النيو فورم بعد ما اقدر اخلص من جيشها. عشان ابقى فاهم صح، افرض فين عندها حق، ودي افضل طريقه لهزيمه روكسون. فين مش هترمي طوبه جوه شباك وخلاص، لا هي عايزه تفجر مبنى في الحي بتاعي. لو حصلت غلطة في خطتها الناس هتتأذي، وأنا مش هسمح إن ده يحصل. عندك حق، لازم نخرج النيو فورم من هنا. بس تعبت وهي على الجسر. كلنا عارفين النيو فورم لو وصل الريح ما يضايقكش ان تنكر بتكبرنا لما حواليها؟ لو عايزه تخلعي براحتك، بس انا لا. امشي. هل مما تخيل؟ بص ريح شوية. الموضوع دايما سهل. حلو، استمر في كده. تفجير الساحة دي خطتكم؟
دي خطة شنيعة. يلا جرب ده. دي بتاعتك. تمام. ودلوقتي النيو فور. تمام. سهلة. لا. انت مش هتاخد دي. لحظة لحظة لحظة. فعلا انا عاوز اتكلم. فيت تنكرر اوفي. فاكر انك هتسرق النيو فورم بتاعي؟ انت بتحلم. جانكي انا قابلت فيل. ايه اللي بيحصل؟ اخدت النيو فورم. انا بطاردها حوالين منهاتن. لا مش ممكن. تمام. ازاي هتوقفها؟ الخطوه الاولى امسكها، الخطوه الثانيه هرجع لك تاني. اوه اتحرك اتحرك. ابعد. الموضوع ده بيني انا واصل. ايه رايك لو نتكلم مثلا؟ ايه رايك؟ بطلت سن على كل حاجه. هي ازاي لسه ما تعبتش؟ الدنيا مش ماشيه. تمام. انت فين؟ بعرف انا بتفادى انفجارات. محتاج استراتيجيه جديده. هعمل زي ما قلت. تقولها الحقيقه؟ ايوه. اول ما امسكها تنكرر. محتاج اقولك حاجه. هدي شويه. انت فاكرني غبيه؟ هتحبي تسمعي ده. اوعدك. ابعد يا سبايدر مان. اديني سبب يخليني ما اقتلكش. ماما هتزعل جدا. مايلز ممكن بس اللي كان العصاص اثبته. أه.